التدخل التركي في شمال سوريا كان حاسماً بتهجير المكون المسيحي، وهو ما حصل بالفعل في مناطق عدة كرأس العين. ملخص ذهب إليه تحقيق ميداني في بداية أكتوبر 2021 عرضته صحيفة التايمز البريطانية، استنتج أن تركيا تشن حرباً في الشمال الشرقي السوري غير مفهومة للعالم الخارجي بأسره. وجاء في تحقيق الصحيفة أن الطوائف المسيحية بسوريا والعراق نجت من مذابح طائفية شاملة شنها النظام السوري وتنظيم داعش وقوى أخرى في الدولتين، بيد أنها ما تزال تشعر بالتهديد نفسه، وكان 20,000 منهم بات في هذه المنطقة لاجئين بالفعل زمن المذابح العثمانية للمسيحيين في الحرب العالمية الأولى، ثم جاءهم التهديد في الوقت الراهن من تركيا. يؤيد التقرير موقع منظمة ذا تابلت الذي قال في 30 أكتوبر إن المسيحيين في سوريا يرون أنفسهم أكبر ضحايا التغيير الديموغرافي الذي تنتجه أنقرة في خفاء تحت غطاء التهديدات التي تواجه الأمن القومي التركي، وأن التصعيد العسكري من تركيا وحلفائها يدفع المسيحيين المتبقين إلى الفرار ويمنع الآخرين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. ووفقاً للمنظمة، فإن التهجير القسري للأقليات في شمال سوريا هو أولوية بالنسبة لتركيا. نادين مانزا رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية قالت: ما يزال الاحتلال التركي للأراضي في شمال سوريا يشكل تهديداً خطيراً ليس فقط للأقليات الدينية الضعيفة، ولكن أيضاً لإدارة الحكم الذاتي في شمال وشرق سوريا نفسها. متابعة: تركيا والجماعات المتحالفة معها أو المدعومة من أنقرة استهدفت على وجه التحديد المسيحيين والأكراد لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا. فهل توافق ما ذهبت إليه هذه التقارير من أن تركيا غيرت ديموغرافية شمال سوريا؟